ومن بعد الاختصاص نحكيوه هون توا. اكيد المنتخب الوطني التونسي واصل استعداده للمونديال، المونديال مصر ان شاء الله. معانا واحد من لاعبين المنتخب، من لاعبين اللي قائد ميجهم حديثا في المنتخب، لاعب ساقيه الزيت، تألق بصفه خاصه في الموسمين الماضيين مع ساقيه الزيت. معانا بطل الدور النهائي لكاس تونس، صاحب هدف التتويج، اشرف المدغلي. اشرف اهلا بك. مرحبا اخويا سلام، ومرحبا بمستمعين كبيره السلام. باش نوضحوا سي اشرف، شنو اللقب بالضبط، المرغلي ولا المرغلي؟ والله اخويا اللقب المرغلي، ولا كل واحد يقول يطلع لي لقب الزيت. باهي اشرف، خلينا نحكيو الساعة ستاج نتاع المنتخب، ظهر لي هذايا التربص الخامس هكا ولا ايه؟ اي ترب اشرف انقطع الخط، ما فهم مشكل في الشبكة في الريزو. نحاول نعود نتصلوا من جديد. أشرف فدوى دريدي مشكورة في الأعداد، قاعدة تقوم بعملية تنسيق إن شاء الله مع أشرف، بعد شوية باش يكون بحضرنا باش نحكيو معاه على استعداد المنتخب للمونديال القادم، منتخب مونديال مصر في جانف 2021. أيضا العروض اللي وصلت لأشرف ومستقبله إن شاء الله باش وين باش يكون بعد موسمين متميزين مع نادي ساقية الزيت. الموسم الماضي تتويجه في زوز مواسم على التوالي بلقب كأس تونس في كرة اليد على حساب الترجي الرياضي التونسي. ها معنا من جديد أشرف. أشرف أهلا بك. وينك خويا سلام؟ الحمد لله. باهي أشرف، لو كان تحكي لنا شوية على الستاج، قلت لك الخامس هذا ستاج. الخامس الستاج هذا كان ستاج خامس. كيفاش قاعدة تصير التحضيرات؟ اللاعبين المحليين واللاعبين الدولي. احكي لنا شوية على التحضيرات، الأمبيونس في الجروب كيفاش؟ والله الأمبيونس باهية برشا، سيرتو أنا نعرفهم معناها الجوريت اللي لبرا عملناه واللي شاركت معاهم في التربصات اللي قبل كأس أفريقيا. الجو باهي، الأعمار الكل بريسك قراب لبعضنا، فما جوريت من جونيور، فما جوريت قدم، معناها فما هوموجين الجروب، الناس كل قراب لبعضنا كما تشوف، معناها لحمة في وسط الجروب. باهي اشرف، المنتخب انت في البوست نتاعك كظهير ايمن، ظهر لي موجود فيها امين بنور، كذلك موجود اسامه حسني. شنو هي حظوظك انت يا اشرف باش تكون موجود في المونديال؟ نعرفوا لعبت، كنت موجود في برشا تربصات لكن ما لعبتش حتى كومبيتيسيون نقولوا اوفيسيال. نجم نشوفوك في مونديال مصر ان شاء الله، شنو حكي معاك الكوتش سامي سعيدي معامل عليك؟ والله صحيح ما شاركتش في شيونس اوفيسيال في المنتخب، وقع معناها وكنت موجود في التربصات اللي فاتت الكل، لكن من بعد ما شاركتش كيف السنه هاني موجود في التربصات، والاخر شوي يقعد للانترونور والستاف ككل، معناها ما نجمش انا نقول لك موجود ولا، انا قاعد نخدم على روحي، قاعد نترينا، قاعد نحاول باش نعطي كل ما عندي سواء في التربصات سواء في النادي اللي باش نمشي له ولا اللي باش نلعب فيه، ونخدم على روحي. اذا كان الانترونور والستاف شاف اللي عندي بلاصه في الكوب دي موند هذه، اكيد معناها مش باش يوخر ولا باش يتردد باش ينادي لي، واذا كان زاد ناقصني مازال باش نزيد نخدم على روحي كيف زاد، انا ديما حاضر وديما نلبي الدعوه للمنتخب، هذيك اول حاجه معناها، وان شاء الله اللي فيه الخير ربي يسهل. شنو حكى معاك سامي السعيدي اشرف، شنو الميساج عداه لك؟ سي سامي كان اللي معناها اشرف، لو كان تحاول تقعد في بلاصه فيها شويه ريزو، كان تحاول تنقل شويه البلاصه اللي انت فيها، قاعد يقص الصوت تاي تاو سافا. عاود قص من جديد اشرف، لو كان تحاول شويه تنقل البلاصه اللي انت فيها، ما عرفش في الاوتيل، ما عرفش انت نورمالمون هكا. اي هكا سافا. اي تاو نسمع فيك. قلت لك كان اللي معناها حوار مع سي سامي وحدي، معناها كنا كان اجتماع بالعديد من اللاعبين، كل مره ياخو لاعب يحكي معاه، سيرتو اللاعبين الجدد اللي دخلوا، واحكام هي على كل شيء، على المستقبل، على معناها السنين اللي تعداو، كيفاش بديت هون، كيفاش تعلمت وين كذا، وكانت عنده زاد نصائح، معناها نصحني ببرشا حاجات، وان شاء الله نطبقوهم ونخدموا على هكا ان شاء الله بالتوفيق. باهي مستقبلك وين تو اشرف؟ برشا كلمات عليك. والله انا غدوه ان شاء الله نسافر معناها السعوديه. باش نمشي معناها على شكل اعاره لنادي الخليفه السعودي. هذا اخر موسم عندي في ساقية الزيت،
فهمت. والموسم الجاي ان شاء الله يقعد لي موسم خاطرنا موقع مع نادي العربي القطري من قبل. ان شاء الله يوفى الموسم هذا، والعام الجاي ان شاء الله مازلت ما نعرفش معناها نرجع للنادي العربي والا فما وجهه اخرى. بصراحه العام الجاي ما نعرفش، لكن الموسم هذا ان شاء الله عندي تجربه جديده في نادي الخليج السعودي ان شاء الله غدوه تفر وان شاء الله ربي معنا. بصفه رسميه نقولوا في الخليج السعودي هكا؟ اي بصفه رسميه. سمعنا برشا كلموك اشرف خاصه الكلوب الاسبيرونس، وصلوك عروض رسميه من زوج فرق هذا؟ والله صحيح صحيح، معناها سيرتو بعد الفينال تاع الكوب قعدت مع مسؤولين من الترجي التونسي ومن النادي الافريقي وصار فما معناها عرض، ولكن في الاخر ما سهلش ربي على خاطر الاعاره اللي انا موجود فيها معناها تو في سكن الزيت، معناها البروسيدور باش نتنقل الثانيه لازم ليكيب اللي باش نمشي لها تشري لي معناها الكونترا بتاعي من زوز نوادي معناها سكن الزيت ومن النادي العربي، اللي هي حاجه صعيبه معناها خاطر فما معناها ليكيبات الزوز باش فما مبلغ مالي كبير كان باش يدفع. لكن في الاخر هو كل شيء بالمكتوب، في الاخر نمشي الإعارة هذه ان شاء الله 6 شهور والموسم الجاي ربي يسهل فيه الخير ان شاء الله. بعد الموسم زوج مواسم كبيره عملته في ساقية الزيت، نجم نقولوا الصيغه هذه التعاقديه فوتت عليك تكون تطلع باليه مخير اشرف؟ والله ان شاء الله هو اي جوار يطمح معناه باش يمشي يلعب في باليه مخير، سواء في الشيل الاوروبيان ولا في نادي كبير اخر زيد يخدم على روحه فيه. كيف الموسمين اللي تعداوا هما في ساقية الزيت زادوني برشا معناها في حياتي، في توجت بهم معناها مرتين في كاس تونس، كانوا زوز مواسم متميزين بصراحه، لكن واحد ديما يطمح باش يحسن من روحه ويحسن من النيفو نتاعه ويلعب في نيفو اقوى من هكا وديما يخدم معناها ما نخفوش ان شاء الله. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك اشرف بالتوفيق ان شاء الله في بقيه تجربك القادمه لاعب ساقية الزيت اشرف.